السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فبعد طول انتظار تم الكشف عن حقيقة اختفاء غلامور، ومن مصادر مقربة لعائلة ديال هذا غلامور إخواني أخواتي، اللي تم الكشف عن قرارها أنها تستقر في دولة السعودية، وتقرر كذلك تأدية مناسك العمرة في رسالة موجهة للمغنية الحمزاوية. فغلامور كما هو معتاد إخوان إخوات كان دائما كيوصلوها تهديدات في الهاتف ديالها، خصوصا بعد ما اكتشفوا هاد العصابة الحمزاوية الخطيرة. القرار ديال غلامور أنها غتكشف شي أسرار اللي غاية في الخطورة، واللي كانت يعني كدور هاد العلاقة بينها ما بين المغنية، واللي كان دائما كتبتزها وكتهددها، لأنه هذا الشيء كامل اللي هو مسجل باسم حمزة مومبي في الهاتف ديال هاد غلامور، وكذلك العلاقة ديالها بسيمونا اللي هو الآن مختفي على الأنظار، وكما بعض المصادر اللي كتقول أنه في الولايات المتحدة الأمريكية. هاد سيمونا إخواني إخواتي اللي هو العلبة السوداء ديال هاد الملف ديال حمزة مومبي، وكذلك العلبة السوداء ديال المغنية الحمزاوية. وللأكيد أنها ربما، هذه بين قوسين، ربما أن المغنية كتحاول تراسل هاد سيمونا أنه ما يجيش للمغرب، خوفا من الاتهامات اللي غتكون خطيرة وخطيرة للغاية كما هو معروف. يعني الخارجات اللي كانت كتخرج مع هاد سيمونا في اللقاءات العديدة في المنابر الإعلامية، واللي مازال متقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما هو معروف إخوان إخواتي، كانوا كيهدوا يعني سعيدة شهرة، وكذلك بعض يعني الفنانين وبعض الشخصيات يعني. وهادشي كامل كانوا كيوثقوا وكان كيسجلوا وكان كينشروا كذلك في الحساب ديال حمزة مومبيبي، وهادشي كامل تهم خطيرة، خصوصا وأن هاد سيمونا اللي غيتم يعني خصوصا إلى جاء المغرب غيتم القبض عليه مباشرة، لأنه رفع يعني الدولة المغربية النيابة العامة واحد مذكرة بحث دولية من أجل القبض على هاد سيمونا، ولكن نظرا يعني لأنه عنده واحد جنسية يعني أمريكية، وهي اللي خلات أنه ما يتمش الاعتقال ديالو بديك الطريقة. فاعتراف غلامور كذلك إخواني أخواتي بالابتزاز ديالها يعني بواحد المبلغ اللي هو أكثر من 300 مليون سنتيم، هذا مبلغ ضخم يعني نظير عدم فضح المغنية وتقديم الشهادة ديالها أمام المحكمة. هنا كتبين لنا أنه فعلا هاد غلامور اللي كانت ضحية أو كبش فداء في هذا الملف المشؤوم، راه حتى ديك الضحايا إخوان أخوات أو ديك المتهمين بالأحرى المتهمين اللي تم الحكم عليهم بديك التهم اللي هي انه مشاركه في معالجه يعني بعض القضايا في حساب حمزه مومبيبي، ابتزاز الاشخاص، تهديدات، نشر صور بدون الموافقه ديال الاصحاب ديالها، هادشي كلهم انهم يعني اعترفوا تحت الضغط، ربما حتى ديك الاموال اللي كانوا توصلوا بها هي اللي خلاتهم انهم يعني يضحوا يعني بهذا الملف، نظير ان المغنيه ما تدخلش للسجن. وهذا الشيء اللي كياكد لنا لحدود هذه الساعه ان هناك مسؤولين، راه مازال مسؤولين اخواني اخواتي، راه كيحميو هذه المغنيه لحدود هذه الساعه، وحتى الاخت ديالها اخواني اخواتي اللي حتي العلبه السوداء راه مازال ما قالتش الكثير بخصوص هذا الملف، واخا قالت ان الاخت ديالي عندها القنص السريه وهي اللي كتنشط في هذا الحساب ديال حمزه مومبيبي. فمع ذلك يعني المحكمة يعني قررت أنها تحكم في حالة صراح من بعد ما قدمت ديك الكفالة المالية اللي وصلت لأكثر من 70 مليون سنتيم، وهذه هي المفاجأة والخطير في الأمر. الأخت ديالها دوزت العقوبة يعني في ديك الفترة ديال الكوفيد، وبالتالي هي خرجت، والآن المغنية راه مازال كتبوحط ومازال يعني كنشوفوا بواحد الثقة كبيرة انها راه بريئه واننا ظلمناها بخصوص هذا الحساب حمزه مومبيبي. فبالرجوع الى غلامور اخوان اخواتي اللي عنات التوبه ديالها، وكذلك يعني عنات استقرار ديالها
في المملكة العربية السعودية. السيدة غتستقر في المملكة العربية السعودية، والأنباء كذلك هذا الخبر اللي مازال ما مأكدين منه 100% بتوصلنا بها، يعني مفاده أن غلامور قد تعلن الزواج لها من واحد رجل أعمال كويتي كيعمل في مجال التسويق. هذه أخبار إخواني إخواتي اللي توصلنا بها، ومازال ما مأكدينش الخبر 100%، ولكن كل أنبائني حنا كنقول الله يسهل عليها. السيدة عنات التوبة ديالها، السيدة حاولت أن تستقر في المملكة السعودية، فهادشي يعني دارته الله سبحانه وتعالى، ولكن ماشي دارته للعبد. فهي عارفة الخطأ اللي دارت، أنها مشات ضحية ديال هاد الحساب حمزة مبيبي، يعني يعني تبعت السيدة المال غير باش ما تدخلش هاد المغنية يعني للسجن بودايا، وانها قدمت شهادة يعني ان على اساس ان المغنية ما عندها حتى شي علاقة بهذا الحساب، وانها بعيدة كل البعد، وان هذا الحساب راه وهمي ما عارفينش الاصل ديالو، ولكن هي عارفة كل شيء بهذا الخصوص. فهي قالت مرارا وتكرارا كنت تقول انها مشات ضحية، وانها يعني خلقات يعني خلصت الثمن ديال النية ديالها، يعني مشات على قد نيتها، وبالتالي راه كما شفتوا راه الحكم اللي تم تنفيذه في حق هذا غلامور، فهي كتخلص الجزاء ديالو لحدود الساعة. لكن الغريب في الأمر أن هذه العصابة الحمزاوية راه مازال كيحاولوا أنهم يهدوها بأقصى التهديدات، وهذا الشيء اللي خلاها أنها كتعيش حالة من الرعب، وهذا الشيء اللي خلاها أنها تقرر يعني تستقر بالمملكة العربية السعودية. فعلى أي إخواني أخواتي، فهذه العصابة الحمزاوية اللي دائما كنشوفوها دائما إخواني أخواتي تخلق المشاكل العديدة، يعني سواء الفنانين سواء السياسيين سواء رجال السلطة، وهذا الشيء اللي شناه مؤخرا يعني من بعد ما تم الاعتقال ديال ذاك المسؤول الكبير اللي في القضاء اللي كان كشف عن أكثر من 16 قاضي بخصوص الحماية ديال هاد المغنية. ولكن الغريب في الأمر أن المسؤول الوحيد اللي مازال ما تمش الكشف عليه، فهي الوحيدة عارفة شكون الاسم، وعارفة شنو العمل اللي كي أو المنصب يعني اللي كي يخدم فيه هاد المسؤول واللي كيحميها. فالأكيد إخواني أخواتي هاد المسؤول راه باين وواضح، واللي هو يعني في مدينة مراكش. راه كل الأنباء كتقول أن مسؤولين في مدينة مراكش هما اللي كانوا كيحميوها. فهاد الشيء اللي لازم أن السلطات الأمنية أو السلطات أو القضاء يقوم بالعمل ديالهم، ويكشفوا عن الحقيقة ديال هاد المسؤول، لأن بغينا حنا القانون يكون فوق الجميع، وبالتالي أي واحد ياخذ الجزاء ديالو بخصوص هاد القضية اللي فيها فساد واللي فيها نصف اللي فيها ابتزاز واللي فيها تهديدات كما وقع لهاد غلامور مؤخرا. إخواني أخواتي حتى نكتفي بهذا القدر، فما تبخلوش عندنا باللايكات ديالكم، بارطاج ديالكم هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.